الحصاد الأسبوعي، أهلا بكم. في المستهل أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا يوم الخميس عن تصدير برنامج نقل جديد لنقل المصلين من وإلى جامع الجزائر لأداء صلاة الجمعة. وأوضحت المؤسسة أن الانطلاق يكون على الساعة 9:30 صباحا، وهذا من عدة نقاط من العاصمة، فيما سيكون توقيت الانطلاق من جامع الجزائر على الساعة 3:30 مساء. احتضن نادي المرقات التابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ببوزريع الجزائر العاصمة دورة بعنوان إيقاد المصابيح لإرشاد أئمة التراويح. الدورة نشطها كل من فضيلة الشيخ يوسف بن عاطي والمقرئ الجامع محمد أمين آية أفروخ. الدورة حضرها 50 إماما من مختلف ولايات الوطن، كما جاءت قبيل أيام من شهر رمضان. ساعدت الأئمة على توجيههم خاصة فيما يتعلق بصلاة التراويح، كما تطرقت الدورة إلى طريقة القراءة من مقامات وحفظ مستوى الصوت، إضافة إلى طرق التعامل مع مسائل التهجد وغيرها من النقاط التي يجب على الإمام الالتزام بها. أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة بتساقط أمطار رعدية غزيرة وكذا هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدد من الولايات. وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي سكيكدا، جيجل، ميلا، سطيف، برج بوري ريج، تيزي وزو، عين الدفلة، شلف، تسمسيلت، تيارت، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، وسيدي بالعباس. هذا وستكون هذه النشرية سرية من منتصف النهار عبر الولايات الغربية إلى غاية فجر السبت عبر الولايات الشرقية. هذا وكشفت مصالح الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على المناطق الشرقية والوسطى للوطن. وحسب ذات المصالح ستعرف المناطق الشمالية للوطن طقسا غائما جزئيا وطقس مشمس إلى ممطر بالمناطق الشرقية والوسطى بعد الظهيرة. هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و23 درجة بالمناطق الساحلية و17 و23 درجة بالمناطق الداخلية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كيلومتر في الساعة، فيما ستعرف المناطق الجنوبية للوطن طقسا مشمسا وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و63 أو 36 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتر في الساعة. من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر كل من ولايات الشلف، مستغانم، وهران، بسكرة، المغير، أولاد جلال، تيميمون وأدرار. إلى الأخبار المحلية، وبسيدي بالعباس افتتح سوق الرحمة خاص بشهر رمضان لبيع منتجات واسعة الاستهلاك، ومنحت فضاءات مخصصة لعرض سلع واسعة الاستهلاك بأسعار تنافسية تحمي القدرة الشرائية للمواطن. ويشارك في هذه الأسواق متعاملون اقتصاديون مختصون في مجال الإنتاج الغذائي والتسويق بالجملة بعرض مختلف السلع
مثل زيت المائدة والسميد، الفرينة والحليب ومشتقاته، إلى جانب الخضر والفواكه وغيرها، حيث لاقت سوق الرحمة التي افتتحت بالمكان المسمى أصيل سابقا ببلدية سيدي بالعباس إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الذين أبدوا رضاهم بالسلع المعروضة التي توفرت كما ونوعا بأسعار مناسبة. بدر مغربي. على البرة تاع وراها مليحه هنا، انا نشرو ونعاودو نولو ثاني نشرو، والله يسطرك. نشكر مديريه التجاره اللي عاونتنا، وهذا سيدنا رمضان رانا درنا افتتاح لهذا المرشي تاع سوق الرحمه، ونبيعوا السومه في المعقول، والمسكين يعيش وياكل، والحمد لله زعما ما غبناش. ما وش باغي نقول لك، السومه شابه، ونشكروا الامن كاين، ومسائل تاني ساعه يجوا عندنا لي بابي زعما سهلوا لنا في القواعط، ودرنا السومه في المعقول والحمد لله. الرعايه الساميه للسيد وزير التجاره وتحت اشراف السيد ولي الولايه تم تنظيم السوق الجواري على مستوى بلديه سيدي بالعباس، وهذا السوق كما تشاهدون انه سوق رئيسي فضلا عن الاسواق الاخرى التي تم افتتاحه على مستوى خمس دوائر التابعه للولايه. وهذه الاسواق الهدف منها هو اسواق جواريه تضامنيه، هو اختزال سلسله التوزيع، يعني المنتوجات المعروضه للبيع هنا على مستوى هذه السوق هي اسعار المنتج مباشرة، يعني تخرج من المصنع، وكذلك من المنتج إلى المستهلك، وكذلك أسعار المواد التي نقوم ببيعها على مستوى تجارة بالجملة. يعني الأسعار هنا نقدر نقول أنها أسعار تنافسية، والمواد كل المواد التي يحتاج إليها المستهلك خلال شهر رمضان، سواء المواد واسعة الاستهلاك وكذلك الخضر والفواكه، التمور، وكذلك اللحوم المستوردة واللحوم المحلية. وكما قلت أنه الهدف هو من إنشاء هذه الأسواق هي أنها تقدر تقول أنها أسواق تضامنية، أنها تساهم في تدعيم القدرة الشرائية للمواطن. توقيت نتاع هذه الاسواق، حنا راح هذه الاسواق تكون مفتوحه طيله ايام الاسبوع فيما فيها يوم الجمعه ويوم السبت، وتمتد الى غايه الاسبوع الاول من بعد عيد الفطر المبارك ان شاء الله. وعلى هذا اطمئن ساكنه ولايه سيدي بالعباس انه كل المنتوجات رايحه تكون متوفره، وندير نداء فقط للمستهلكين انه هذا الشهر الحد من التبذير، لانه حتى وعندنا كل المنتوجات متوفره ما لازمش نبذروا. في إطار الاستعدادات الخاصة بالشهر الفضيل، أشرف والي ولاية المدية رفقة المديرة الجهوية للتجارة على انطلاق القافلة التموينية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل. القافلة التموينية فاقت 36 شاحنة بمعدل 3 شاحنات في كل دائرة، محملة بمختلف المواد الاستهلاكية بأسعار تنافسية مراعاة للقدرة الشرائية. القوافل خاصة بالبلديات التي لم تحتضن أسواقا جوارية. أمير باح.
اليوم شهدنا قافلة، انطلاق القافلة الأولى، قافلة تموينية باتجاه مواطني البلديات النائية اللي ما استفادوش من السوق جواري لرمضان، وإن شاء الله راح تكون القوافل مماثلة في كامل طول شهر رمضان، وهذا كامل تبع لتعليمات اللي أقرتها الإدارة المركزية لوزارة التجارة، إقامة معارض تجارية، إقامة ترويجات، تخفيضات إلى آخره، ومنها القوافل باتجاه النواحي المناطق النائية تحت إشراف سيد ولي ولاية المدية. الأسواق المدية استفادت من أسواق، الحمد لله هي أسواق مميزة جدا، فيها متعاملين اقتصاديين، تخفيضات كبيرة للأسعار. تحت إشراف سيد الولي قمنا اليوم، مدينا سيد الولي مد الانطلاقة لهذه القافلة. هذه القافلة راح تروح للدوائر البلديات والقرى المعزولة في الدوائر اللي ما قمناش فيها هذه الأسواق. إذا خلال الشهر الفاضل المستهلك إن شاء الله راح يصيب هذه المنتجات بأسعار تنافسية، لأنه سعر البيع راح يكون مباشرة من المنتج أو من تاجر الجملة إلى المستهلك. هو كاين 38 شاحنة بمعدل 3 شاحنات لكل دائرة، وبالتالي كي يلحق للدائرة رئيس الدائرة راح يوجهوا يوجه القافلة إلى ناحية البلديات اللي على مستوى الدائرة. وكانت هذه فرصة أيضا لإعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية للمكافحة التبذير، باش نحسوا المواطن حتى يعاوننا باش نحاربوا هذه الآفة هذه تاع الاستهلاك المفرط وتبذير مادة الخبز. في إطار التحضير للعمليات التضامنية ودعما لجهود الدولة في التكفل باحتياجات المواطن خلال شهر رمضان المبارك، وسعيا إلى تقديم الخدمة الاجتماعية اللائقة للمعوزين، تم عقد لقاء تنسيقي بين رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائرية الدكتور كليم موشي والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران، وقد اتفق الطرفان في تقديم المساعدات والعناية الأفضل للعائلات المعوزة والحفاظ على كرامتها وترسيخ قيم التآزر والتآخي بين أفراد المجتمع الجزائري، والمتمثلة في تنظيم مطاعم إفطار الصائم وتوزيع الطرود الغذائية على مستحقيها، عملا بالتوجيهات التي يؤكد عليها سيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بصفة مستمرة. الحاج درويز وابراهيم كسائري. بسم الله الرحمن الرحيم. تنفيذ لتعليمات الدكتورة حملوي ابتسام حول ضرورة الإسراع في العملية التضامنية لولاية وهران، ومباشرة بعد عقد اتفاقية الإطار بين الاتحاد العام للتجار والحرفيين وسيد الرئيس ممثلا في الهلال الأحمر الجزائري، تم اليوم على مستوى المكتب الولائي زيارة أعضاء المكتب وإطارات الاتحاد العام للتجار والحرفيين لولاية وهران، حيث تم عرض البرنامج التضامني للجنة الولائية على الإطارات الذي لقى ترحابا كبير ولقى كذلك دعم، حيث أن إطارات الاتحاد العام للتجار والحرفيين رحبوا وتمنوا البرنامج المستطر من طرف اللجنة الولائية وأبدوا استعدادهم للمساهمة الفعالة من أجل إنجاحها. بهذا المقام نشكر الأستاذ معاد المنسق الولائي لاتحاد العام للتجار والحرفيين لولاية وهران على اهتمامه الإنساني بجميع العمليات التضامنية، كما نشكر الدكتورة حملي ابتسام على دعمها المتواصل لجميع مكاتب الولائية من بينها مكتب ولاية وهران، كما نشكر الشريك الإعلامي للهلال الأحمر الجزائري قناة الأنيس لقيامها بهذه التغطية الإعلامية لهذه العملية الإنسانية والتضامنية، ويبقى الهلال الأحمر الجزائري الذراع الإنساني للدولة الجزائرية. اليوم كان لنا الشرف لحضور الدعوة لزميلنا وأخونا الرئيس للهلال الأحمر الجزائري لمكتب وهران
دعانا للحضور مع رفقائه وزملائه، والحضور هذا كان يعني جد نافع يعني للطرفين. حضور هذا وين كان فيه نقاش حول التضامن، خاصة في شهر رمضان الكريم، وسمعنا البرنامج اللي سطروه، يعني اللي كان برنامج شفنا ثري مهم جدا، نحسوا فيه روح التضامن، روح الإنسانية، ورانا نضمينا مباشرة هذه الدعوة هذه، ومدينا كذلك احنا ما هو في أوسعنا لمساعدة هذا البرنامج. وبهذه المناسبة أدعو كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين والمحسنين لولاية وهران باش يتوجهوا إلى المقر نتاع الهلال الأحمر الجزائري اللي هو معروف، وكذلك حتى إذا كان في اتصال مع المكتب نتاع الاتحاد التجار باش نساهموا كلنا في نجاح هذا البرنامج. إذا هنيئا لنا في هذه الدعوة اللي إن شاء الله الرحمن الرحيم تكون فيها يعني الفضل ويكون فيها الخير وتتضم يعني كافة شرائح تاع المجتمع المحتاجين. إلى ولاية باتنا، حيث نظم يوم أمس قسم العلوم الإنسانية بالمركز الجامعي بريكا ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى 15 على وفاة الأستاذ الدكتور موسى الإقبال رحمه الله، تحت عنوان موسى الإقبال شيخ مؤرخي التاريخ الوسيط في الجزائر. التغطية للزميل عبد الحميد معروف. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. مؤرخ تاريخي وأحد أبرز أقطاب المدرسة التاريخية الجزائرية، وأحد أعلامها البارزين، ومفكر من مفكريها الموهوبين، وأحد الأعمدة الرئيسية لتاريخ المغرب الوسيط والتاريخ الإسلامي عموماً. المركز الجامعي بريكا، وبدون إطالة أعلن رسمياً عن بدء أشغال الندوة التاريخية التكريمية للأستاذ الدكتور موسى الإقبال رحمه الله وطيب أثره. واليوم على بركة الله نحيي ذكرى رجل عظيم، وبحضور عائلته الكريمة، عائلة أستاذنا الدكتور موسى الإقبال ابن مدينة بريكا، الذي يحق لها أن تفتخر به. الندوة التكريمية التي حاولنا أن نكون ولو رمزا تكريم أستاذنا الدكتور موسى الإقبال رحمه الله، والذي طبع علينا من الفضل الكثير والكبير. أرحب بالأستاذ أستاذي الدكتور محمد بن بريد، واليوم أنا سعيد جدا لأني محاط بأساتذتي. الآن حضور الأستاذ الإقبال في تدريسه للمادة، الأستاذ الإقبال كان يدرسنا مادتين، مادة الأندلس ومادة المنهجية. الأستاذ الإقبال هو أول ممثل لمنطقة بريكا في أول برلمان جزائري بعد الميثاق الوطني. نشأته في أسرة محافظة، ورغم ظروف الاحتلال ورغم الفقر فقد كان طالبا للعلم شغوفا، ولقد شجعته أسرته. كتاب المغرب الإسلامي بدفتيه الزرقاء الذي طبع سنة 1981 كان مرجعا مهما بالنسبة لنا نحن طلبة التاريخ، وأنه كان موسوعي في التهوين نتاعو، بمعنى موسوعي إلى أبعد الحدود، بحيث نجده في التاريخ الأوروبي. We'll be right back.
يوصف رمضان الحالي بأنه أكثر أو أحد أكثر الأشهر كلفة مالية في تاريخ الجزائريين بسبب ارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، والتي حاولت السلطات كبحها بإجراءات عدة. اللحوم البيضاء والحمراء أحد المواد التي تعرف غلاء فاحشا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. محمد حرازي زار أحد القصابات للوقوف على الأسعار وعاد لنا بالتالي. مع اقتراب شهر رمضان المبارك تعرف أنواع اللحوم البيضاء والحمراء ارتفاعا في محلات ولاية البليدة. السلام عليكم. بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أنا نشوف إقبال ربدا يتوافد شوية على الجزار بالنسبة كبيرة للحوم البيضاء كما الدواجن كما الدان. والمشكل الكبير راهو عندنا مشكل تاع الأسعار، غير يلحق رمضان راهو يزيد شوية، وهذا راه مشكل كبير. كل عام عام مور عام رانا نتلقاو نفس المشكل. ما هي الاسباب؟ الاسباب تعود الفلاح يقول لك راه زاد العلف، الفلوس اللي كان يدير 5000 كان يدير 6000 رجع يدير 8000. ما عرفناش الخلل وين راهو. السلام عليكم. جينا احنا نشرو بمناسبة اقتراب رمضان الكريم، جينا نشرو الجرس بنا غالي، الحم غالي، بقري غالي، غنمي غالي، جينا نهضرو الكرامي والبوشي ما كاش. قلنا خاطينا احنا الفلاح، رحنا الفلاح قال لك يا ودي الماكلة تسقام غالية، دوك السبب ماناش عارفين شنو هو، ونطلبو انخفاض الأسعار ورمضان كريم إن شاء الله. يا راي ارتفاع أسعار هذه المادة ثقافة استهلاك للمواطنين فيها، يجب القيام بدراسة تشمل دورة الإنتاج والتسويق للتمكن من ضبط الأمور. نختم حصاد الأسبوع بالحديث عن السيدة بنيامينة زهراء، قصة نجاح لامرأة من ولاية الشلف دخلت عالم الفلاحة من بابه الواسع. الزميل عبد الفتاح فلاحي قام بلقاء مع السيدة زهراء على هامش فعاليات القافلة الوطنية حول المقاولاتية المنظمة بمعهد التكوين المهني بشلف، وعاد لنا بالتالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا امرأة جزائرية، امرأة شلفية أولا ككل النساء الجزائريات، نحب التحدي ونحب العمل، وأنا العمل تاعي سميته التحدي. استثمرت في غرف التبريد في 2016، الحمد لله حاليا راني في الاستغلال، راني نخدم في الوقت هذا. هي ما كاين صعوبات وكاين بالإرادة تاع الانسان كل شيء يمشي، والحمد لله الدولة دروك راهي كاينه، راهي مرافقه، راهي تتبع، راهي كانت واحد الوقت كانت حاجه كيما هكا حاجه صعيبه بالنسبه للمرأة ولا الراجل، كانت البيبان شويه مغلوقه شويه بيروقراطيه شويه، مي دروك الحمد لله ما كاش مشاكل، ما كاش، راهي كاينه تسهيلات، والدوله راهي تساعد وراهي تسهل، وراهي كاينه مرافقه ميدانيه للنساء، يعني للنساء بالنسبه للنساء ولا للرجال. هذا العمل ما راهش دروك حكر على الرجل ولا على المرأة، هو كاين اراده وكاين تحدي، إرادة وتحدي. مانيش حابة نطول بزاف، نتمنى لكل النساء الجزائريات وخاصة الشلفيات العمل، ثم العمل وبالإرادة مكاش حاجة صعبة، قادرين نديرو كل شيء ونخدمو أحوايج اللي كنا بالك كانوا بانونا صعاب، هي مكاش حاجة صعبة، كاين إرادة. ومشي كاع عندهم مود وغير دراهم كاين بحاجه صغيره تدي حاجه كبيره، شهي العمل ثم العمل
ونساهموا مره ولا راجع نساهموا في الاقتصاد الوطني، نشغلوا اليد العامله. الشباب بزاف راهم قاعدين، نساء بغضهم رجال ولا نساء. بالنسبه للميدان الاستثمار في الفلاحه راه يشغل يد عامله كبيره. شو نقول لك، البيبان راهي مفتوحه بالنسبه للدوله، البيبان راهي مفتوحه. ما يديروش كيفاش نقولوا، ما يديروش معي يقولوا بلي الخدمه ما كاش، شوف اللي يحب يخدم يخدم. انا المنطقه اللي راني فيها منطقه فلاحيه، اللي يحب يخدم كخدام كمستثمر، شوف كل شيء راهو كاين. المومو هذا كل شيء راهو كاين، اللي يحب يخدم يخدم. هذه اللي نقولها ونعاودها، امراه ولا راجل ما كاش. كانت واحد الوقت بصح منا هذول السنين، ثلاث سنين ربع سنين، الامور راهي لاباس. بالنسبه للنساء الشلفيات نقول عام سعيد، كل عام وانتم بخير، والعقوبه العام الجاي والعام الجاي ان شاء الله نكونوا في مشاريع اخرى وامور احسن ونديروا حوايج احسن من اللي درناهم. نهايه الحصاد، في امان الله.